نهاجم الإسلام ولا نبي الإسلام. نحن نقرأ ما في كتبكم ونتساءل. للشيوخ المسلمين الأفاضل يردوا علي. والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحجب الشمس ليست تحجب. والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة هنبين فيها مشكلة من أهم المشاكل اللي بتواجه الكنيسة، ألا وهي مشكلة الطلاق. وداخل مشكلة الطلاق هنبين إن الأنباوات مش حافظين كتابهم، بل بيفتروا على كتابهم بنصوص هي مش موجودة في كتابهم باعترافهم أنفسهم. ولكن قبل ما نخش في الحلقة وتفاصيلها، ما تنساش لو أنت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس ليأتك منا كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك أو بديسلايك ما فيش مشكلة، وأهم حاجة سيب لنا تعليق. ولو تقدر تدعم متابع محتوى القناة على بيتريون، الرابط أسفل الفيديو، أكون شاكر ليك. نبدأ على بركة الله. النهاردة مشكلة المشاكل مشكلة الطلاق. مشكلة الطلاق مشكلة عويصة بتواجه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية. لماذا؟ تعالوا نسمع الآن بروفائيل علشان نرد عليه. ما الشروط التي وضعها المجمع المقدس للطلاق؟ ده مين عايز يطلق؟ بصوا، احنا مش من حقنا ان احنا نحط قواعد غير الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس علم انه لا طلاق الا لعلة الزنا. اما القانون اللي عملناه في مصر بتاع الاحوال الشخصية كان علشان ان في مشاكل الكنيسة بتحكم فيها ان من حقهم يطلقوا والمحكمة مش بتحكم، فيقعد الواحد متعلق يقولك الكنيسة ظلمتني، بينما المحكمة هي اللي مش عارفة تاخد قرار. لان عندنا في مصر حاجات عجيبة جدا. إثبات الزنا ده ليه مشاكل في الشريعة الإسلامية، حاجة عجيبة جدا، يعني لازم شهود. فكيف يعني؟ فكنا في القانون اللي اتناقشنا فيه وأخذنا بخصوصه قرار، هو إزاي نخلص الناس بس من أنياب المحكمة. يبقى قدام القاضي قانون، لأن القاضي ملوش ذنب، هو قدامه قانون بيحكم بيه، فما عندوش قانون فبيقعد يدوخ الناس. فنحط بس قانون في يد القاضي عشان يخلص المشاكل المتعلقة. اما مكتوب في القانون كده، اما الزواج التاني المشكلة مش في الطلاق، المشكلة في الزواج التاني، ده الكنيسة اللي تبت فيه مش المحكمة. يعني القاضي مش من حقه يحكم ان فلان يتجوز، لكن من حقه يحكم ان فلان يتطلق. اول مشكلة وقع فيها الانبا رفائيل انه قال ان الكتاب المقدس يعلم انه لا طلاق الا لعلة الزنا. ده مش نص في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بحسب انجيل متى بيقول: واما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. متى 5:32. وفي متى 19: وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. هتقول لي طب ما هو المعنى قريب اهو. هقول لك استنى بس واتقل عشان تاخد حاجة نظيفة. دي مشكلة عامة بتواجه جميع القساوسة، وبتبين لك ان من البابا للبواب مش حافظين الكتاب. حلوة حلوة قفية حلوة. من البابا للبواب مش حافظين الكتاب. اول حيام تعالوا نسمع الانبا بولا وهو بيكرر نفس الكلام وبيقول: لا طلاق الا لعلة الزنا يقول السيد المسيح وليس انا. من خلال النصين دول، لا طلاق في المسيحية ما بعد الزواج إلا للزنا. بس عايز أقول لك اللي بيديله التصريح أو اللي بيسمح له بالجواز أكثر خطأ، يصرح بما هو خطأ عن معرفة. فالذي جمعه الله عمل إلهي، لا يفرقه إنسان. وكمان البابا توادرس نفسه بيقول: يمكن برضو من حين لآخر يصار فكرة الزواج الثاني. ما رأيك؟ يعني مفهوم الزواج الثاني ده مفهوم أحيانا بيبقى ضائع عند الناس. طبعا إحنا الطلاق لا طلاق إلا لعلة الزنا، وده نص شريعة الإنجيل ولا تنازل عن هذا الأمر.
طبعا احنا الطلاق لا طلاق الا لعله الزنا، وده نص شريعه الانجيل ولا تنازل عن هذا الامر. لكن في الكنيسه يوجد في الاحوال الشخصيه ما يسمى بالتطليق، والتطليق يعني الزيجه بنيت على اساس خاطئ. لا طلاق الا لعله الزنا نص شريعه الاناجيل. مشكله المشاكل فين بقى؟ ان هو نفسه، اسمعوا بنفسه وهو بيقول أولاً دي مش آية، مفيش آية كده، مفيش آية بتقول لا طلاق إلا للاعتزال، دي كلمة مقولة كتبها البرشنودة في مقالة من المقالات، دي مش آية، لكن في آيات بتشير لذلك. لا طلاق إلا لعلة الزنا مش نص في الكتاب المقدس. شفت بقى بكل بساطة؟ مش حافظين ولا عارفين كتابه. دي كانت المشكلة الأولى. المشكلة الثانية اللي وقع فيها إنه تهكم وتطاول على الشريعة الإسلامية، وقال لك إن الشريعة الإسلامية فيها مشكلة في إثبات حد الزنا، وبتوجب إنه يتوفر فيها شهود. وأنا أرد رد مبسط إن لابد من في الشريعة الإسلامية لإثبات الزنا من وجود الشهود أو الاعتراف، اعتراف الزاني نفسه. وعلى مر حكم الشريعة الإسلامية وحكم الإسلام، كانت الشريعة الإسلامية وحكم الإسلام بيثبت الزنا لم يكن يثبت بالشهود بل بالإقرار، زي ما حصل في قصة ماعز والغامدية. وعلى مر التاريخ كونه إنه يلصق هذا الأمر بالشريعة الإسلامية ده افتراء منه على الإسلام، وكان واجب إن احنا نرد عليه ونسأله هو شخصيا. الكتاب المقدس بيعلم أو بيثبت الزنا أو حد الزنا إزاي؟ مصيبة وكارثة. أو استعرف الكتاب المقدس بيثبت الزنا إزاي؟ اقرأ معايا. اختيار الزوجة غير الأمينة. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واضطجع معها رجل اضطجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهو لم فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، شك فيها يعني. يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الأليفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبنا لأنه تقدمة غيرة، تقدمة تذكار تذكر تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب، ويأخذ الكاهن ماء مقدسا من إناء خزف، ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويجعل في الماء، يعني يجيب مية ويحط فيها تراب، ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يدها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر، ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر، ولكن إن كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست وجعل معك رجل غير رجلك مضطجعة، يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارمة، يعني لو هي طلعت فعلا زانية وشربت ماء اللعنة فخذها يسقط وبطنها تورم، ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ، فتقول المرأة آمين آمين، ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المر ويسقي المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح، ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح، وبعد ذلك يسقي المرأة الماء، ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها، فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها، وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع. هذه شريعة الغيرة، إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست، وإذا اعترى رجلا
روح غيرة فغار على امرأته، يوقف المرأة أمام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة، فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها. يبقى زي ما انت سمعت كده، بيجيبوا مية ويجيبوا تراب يحطوه في المية ويكتب ورقة ويغمسها أيضا في المية ويشرب المرأة الماء. إن سقطت رجلها وورمت بطنها تبقى إيه؟ فعلت الفحاحيشة والعياذ بالله. وإن لم ترم ممكن برضو تتفق مع الكاهن ويبقى ابن حلال وما تطلع سليمة برضو، بس يلا مش مشكلة. فده إثبات شريعة أو إثبات الزنا في كتابهم المدعو المقدس. عندهم المشكلة في كتابهم ويرمون احنا ويقولك المشكلة عندكم انتم. لا، المشكلة الصعبة ليه؟ لأن دي هتبقى فضيحة وجرسة زي ما بنقول عندنا في الفلاحين، وحياة إنسان ستزهق. عرفت ليه الشريعة الإسلامية بتتشدد بالشهود علشان خاطر إثبات الزنا؟ دي كانت النقطة رقم 2. النقطة رقم 3 إنه الأنبا رفائيل ألصق المشكلة بالقانون، ألصق المشكلة بالقانون. وأنا مش هرد عليه وهقول المشكلة في القانون ولا هقول لك المشكلة فين. أنا هجيب لك شخص مسيحي صاحب مشكلة بيعترف فين المشكلة وفين حلها، وهتحمد ربنا على شريعة الإسلام لأن هذا الرجل دافع عن شريعتنا وأتى بالقرآن الكريم مش بالكتاب المقدس علشان يبين أن الحل دائما في الإسلام وأن الإسلام دين صالح ومصلح لكل مكان وزمان. سبحان الله. اسمع معايا هذه القصة. إيه اللي بيحصل في حالات لما بنعرض على المجلس الإكليريكي حالة؟ يجي أنا أروح المجلس الإكليريكي أقول لمراتي عملت وسوت، يجي بقى يحقق والكهنه والشهود ومش عارف طيب ايه. ماشي. يجي يقول لك ايه، الراجل ده يستحق جواز تاني جوه الكنيسه عشان مراته وقعت في الزنا. تمام. تاخد حضرتك الشخص ده ياخد الورقه يطلع بيها المحكمه، بقى عايز يطلق في المحكمه، ده خلاص الكنيسه بتقول له روح طلق في المحكمه. يجي يروح المحكمه، المحكمه تقول له قدامك حل من الاثنين على لائحه البابا شنوده اللي هي بقت في الكنيسه زي المحكمه، يا تثبت زنا كويس وتطلع مراتك ام عيالك زانية، يا اما تغير دينك. هما دول السببين اللي يدوا طلاق. مش دينك، ملتك. دينك. دينك. دينك، تروح الاسلام. زي قضية العائدين الشهيرة. ناس راحت الاسلام. افتكرت انك تغير من ملة الملة. لا، ما هو انا جاي لحضرتك في حتة الملة دي. تغير دينك زي قضية العائدين، ناس راحت الاسلام، طلقت ورجعت. طلق غير دينه، اسلم، غير أسلم. دينه ورجع. ورجع تاني طبعا دي بتعمل فتنه طائفيه النهارده خاصه في وجود مش كويس، مش كويس. وطبعا ده تلاعب بالاديان، احنا ما نحبوش ومش مقبوله. لما بقى مش مقبوله عند ربنا حتى سبحانه وتعالى. في بقى كانت حاجه نوع من برضو مش التحايل، يعني نوع من ان انا اقدر احصل على حقي عن طريق حاجه اسمها شهاده تغيير المله. دي مش في القانون المسيحي، يعني مش القانون الكنسي بتاع البابا شنوده، دي في القانون المصري يقول لك في حاله اختلاف المله والطائفه. ايوه، تطبق الشريعه الاسلاميه. تمام. ففي ناس كتير بقت تعمل ايه، زي تغير طبعا الملة. زي حاله الفنانه المشهوره اللي احنا طبعا مش بنخوض في حياتها بس بناخدها ما مثلا. تقولش اسمها. مش هنقول اسمها. راحت طلقت خلعا وفقا للشريعه الاسلاميه، غيرت مله، يعني تطبقت الشريعه الاسلاميه، غيرت وبعدين ترجع في ملتها، وبعد كده ترجع في ملتها تاني، تتجوز تاني جوه الكنيسه، وعشرة على عشرة. تمام. احنا مش كده ليه؟ ليه بقى؟ لان شهاده تغيير المله دي وصلت ل 40 و50 الف جنيه. بتتكلف للاغنياء بس واولاد الكهنه. ماشي. شهاده التغيير المله دي، فاروح اكمل من لبنان. حتى وحش الواحد يغير ملته عشان يتجوز وبعدين يرجع لملته. فاحنا باب 38 طلبنا بايه؟ ده لعبه بالدين برضه. تمام. مش حلو. احنا بقى طالبنا بايه؟ قلنا حاجه مش جديده ولا غريبه. قلنا طالما ان الكنيسه بتقبل الطلاق على الشريعه الاسلاميه، مش الكنيسه بتقبل ولا ما بتقبلش؟ بتقبل، لان مش بتقبل في حاله تغيير المله. زي ما قلت لحضرتك، حاله طلقت خلع واتجوزت تاني جوه الكنيسه، يعني معنى كده الكنيسه ما عندهاش مانع ان انا اطلق خلع على الشريعه الاسلاميه، او طلاق او خلع. تمام، ما عندهاش مانع، وافقت. تمام. انا اللي بقوله ايه، طالما ان الكنيسه موافقه على كده، ايه المانع؟ بس ما هي موافقه في اطار تغيير المله. ما هو ماشي، انا ليه ماشي اوكي. لا، مش اطار تغيير المله. ليه مش اطار تغيير المله؟ لان قوانينها ما فيهاش حاجه اسمها تغيير مله. ما فيهاش تغيير المله. ده انا بغير مله علشان احتكم للشريعه الاسلاميه. تمام. فانا احنا قلنا ايه اباط 38؟ قلنا طالما ان الكنيسه بتقبل الطلاق والخلع،
وترجع تجوز تاني جوه الكنيسه، واحنا معانا تصريح في الزواج. عايزين ايه بقى؟ عايزين ايه؟ نطبق الشريعه الاسلاميه دايركت من غير ما ادفع فلوس. اه خلاص على طول كده. هل انا 40,000 جنيه عملت حاجه غريبه او حاجه غلط؟ حاجه غلط حتى من وجهه نظر الكنيسه؟ لا انا ما اعرفش، جايز تكون عجبت على غلط. ما انا بقول لحضرتك لو غلط تبقى الكنيسه غلط، يعني ما اقدرش اقول ان ده غلط. ليه؟ هل الكنيسه تقبل الطلاق والخلع ام لا؟ انتوا مش عملتوا جلسه استماع في الدستور؟ ماشي اوكي، اعملوا لكم ايه؟ احنا عملنا جلسه استماع في الدستور، للاسف الكنيسه تضغط بشده بحجه ان لديها شرائع. تمام. طب انت فين فين الشريعه بتاعت الطلاق؟ لما فين الانجيل بيقول ايه في الطلاق؟ عندك نص النبي. انت جاي مش انا جايب القران دلوقتي. القران؟ جايب القران الكريم، تفسير المنتخب في القران الكريم. الانجيل بيقول ايه في الطلاق؟ بيقول ايه؟ انا اللي عايز اعرف الانجيل بيقول ايه. عندك الطائفه انت هتعرفها لا انا هقول لحضرتك اهو. الطائفه الكاثوليكيه ليس لديها طلاق نهائيا لاي سبب حتى للزنا. انت لو كاثوليكي مفيش. مفيش، انسى. الكنيسه الارثوذكسيه اللي هي بتاعت البابا شنوده 1971 سنه 10 اسباب و12 سبب، في 71 بقت سبب واحد او سببين. ماشي. عندك طائفه تانية اسمها الروم الارثوذكس. ايوه دول زينا بالظبط، ارثوذكس زينا بالظبط، نصلي عندهم ويصلوا عندنا وتمام التمام. هم عندهم 10 اسباب للطلاق لغايه دلوقتي، والبطرك بتاعهم قال انا متمسك باللائحه بتاعتي اللي فيها 10 اسباب ومش هغيرها، ودي مش مخالفه للانجيل، ودي بتحل كل المشاكل. وبتحل كل المشاكل كويس. تمام. عندك الطائفه الانجيليه بتقبل الجواز المدني، والقس صفوه البياضي قال لك انا لا يمكن اتنازل عن الجواز المدني في مشروع القانون الموحد، هبقى ارجع له بعدين. طيب ماشي ماشي. مشروع القانون الموحد ده لا هرجع له في سنين هرجع له يعني بعد اذنك. يبقى اذا ايه الكنيسه الارثوذكسيه بتاعت البابا شنوده تقول ايه على الجواز المدني؟ تقول عليه زنا. يبقى ايه شريعتك في الجواز والطلاق؟ اذا كنتوا انتوا يا رؤساء الطوائف مختلفين، واذا كنتوا جوه نفس الطائفه كنتوا قبل كده بتقولوا حاجه ودلوقتي بتقولوا حاجه، واذا كنتم في نفس الطائفه الارثوذكسيه يعني دول يعني اكني مصري عايش في اسكندريه ومصري عايش في القاهره، اقباط ارثوذكس وروم ارثوذكس. ماشي. ده سببين وده 10، يبقى فين الشريعه هنا او الانجيل بيقول ايه؟ اجتهادات. طب القران بالنسبه لك عرفها القران عرف هذه الاجتهادات بالاهواء الشخصيه، واعطاني الحق كمسيحي او كاهل من اهل الكتاب ان احتكم للشريعه الاسلاميه. الايه سوره المائده الايه 48، بسم الله الرحمن الرحيم، وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. تفسيرها، عشان انا جايب التفسير عشان انا راجل مسيحي ما بفهمش في التفسير. طيب فقمت جايب التفسير، وامرناك ايها الرسول بان تحكم بينهم اللي هم اهل الكتاب بما انزل الله اللي هو القران، ولا تتبع رغباتهم في الحكم، يعني ما تعمل لهمش اللي هم عايزينه مش وفقا لشرائحهم. واحذرهم ان يصرفوك عن بعض ما انزل الله اليك، يعني زي الشريعه بتاعتك تنفذها عليهم. فان اعرضوا، هي دي بقى اللي احنا كنا بنقولها انشاؤه، ان هم مش عايزين كويس عن حكم الله وارادوا غيره اللي هي شرائحهم تعمل معاهم ايه، اعلم ان الله انما يريد ان يصيبهم بفساد امورهم. ده اللي احنا بيحصل لنا دلوقتي، يعني واحد مش عارف واحد مثلا واحده قتلت جوزها، ما هو ده اللي القران بينبه ليه، مش عارفه تتطلق منه قتلته، هو ده التحذير اللي القران طيب بيحذره لفساد نفوسهم الى اخره. احنا معانا اذا الشريعه الاسلاميه بتكفل لي الحق الاحتكام اليها، وان شئت احتكم الى اهواء الكنيسه. طب احنا معانا الاستاذ المفتر. عاوزك تشكر ربنا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. في الختام هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك، ما عجبكش ديسلايك، وأهم حاجة سيب لنا تعليق. ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.